انضم إلينا من غزة هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ هاني، إسرائيل تعود لشن غارات واستهداف مواقع في غزة، يا ترى لماذا عادت لهذه الغارات وخاصة في هذا التوقيت؟ يعني كانت هناك فترة تقريبا من الهدوء طوال الفترة السابقة، حوالي بضعة أسابيع بعد العدوان الأخير الذي نجم عن اغتيال أحد قادة الجهاد، ومن ثم كان بعض الهدوء الذي يعني شابته بعض يعني محاولات تصعيد إسرائيلي في بعض الأوقات. اليوم تدعي دولة الاحتلال الإسرائيلي أن هناك 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تمكنت من صد صاروخين ومرور صاروخين آخرين دون أن تحقق أي أضرار سواء بشرية أو في الممتلكات. وبالتالي إسرائيل ملتزمة أمام جمهورها، القيادات الأمنية، القيادات السياسية، خاصة في فترة انتخابية بالغة الحساسية بالنسبة لهذه القيادات، أن تشير على أنها ما تزال هي التي تمسك بأوراق اللعبة، وهي التي تدير عملية الصراع مع قطاع غزة. وبالتالي كان الرد الإسرائيلي بصراحة متوقعا. من هنا كانت خلال الفترة خلال الساعة الأخيرة عدة هجمات إسرائيلية على شمال قطاع غزة، على مدينة شرق جباليا وغرب مدينة غزة وشمالها ضربات. حتى هذه اللحظة يعني كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية لم تنجم عن أي خسائر بشرية، لكن القصف ما زال مستمرا، وبالتالي علينا انتظار النتائج بعد نهاية هذا التصعيد. لكن أستاذ حبيب، ربما هذه المرة في هذه الغارات يختلف الوضع، حيث أنها استهدفت مواقع مدنية يعني في وسط عمارات سكنية، كانت قبل ذلك ربما تسقط صواريخ في ساحات جرداء أو أراضي زراعية، هذه المرة هناك حتى الآن هناك كما نشاهد خسائر مادية، ما دلالة ذلك؟ يعني الواقع الأمر أن إسرائيل كانت ليس لديها أهداف عسكرية، ليس هناك من أهداف عسكرية واضحة في قطاع غزة. إسرائيل تفشل في ضرب مواقع عسكرية وتلجأ في معظم الأحيان على ضرب مواقع ذات صفة مدنية في الغالب. يعني الإدارة المدنية على سبيل المثال هي إدارة كانت موجودة في السابق وهي شبه عسكرية، إبان الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، وكافة المناطق حتى المواقع التي ضربتها في غرب مدينة غزة هي مواقع تدعي إسرائيل أنها عسكرية لكنها ليست كذلك. هذه ليست المرة الأولى بالنتيجة، يعني تشير إسرائيل على أنه ليس هناك بنك أهداف عسكرية في قطاع غزة، وبالتالي تلجأ كما لجأت دائما إلى ضرب المواقع التي تشتبه بأنها عسكرية مع أنها ليس كذلك. لكن آخر الأنباء التي يعني تصل الآن أن هناك مضادات عسكرية فلسطينية تحاول إطلاق النار على الطائرات، هذا جاء في اللحظة الأخيرة على ما أشاهد على المواقع الفلسطينية، وهذا هو الأمر الجديد إذا صح هذه الإعلانات على شاشات التلفزيون الفلسطيني. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي هاني حبيب، كنت معنا عبر الهاتف من غزة.